السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنجاز مدرج مطار عدن وبوابته والمشاريع الأخرى. وقوات الجيش الوطني تسيطر على مبان مهمة وتغنم مخزن ذخائر شرقي مدينة تعز. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. وفي هذا الشهر الفضيل تتجلى القيم الروحانية بما يحمله من معان دينية إسلامية يتضرع فيها شعبنا اليمني إلى المولى عز وجل أن يحفظ قيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأن يسدد على طريق الخير خطاه لخدمة وطنه ومجتمعه بما يفضي لأمن اليمن واستقرارها وعودة السلام إلى ربوعها ودحر قوى الشر والتمرد وأعوانها بعون من الله وبإرادة شعبنا اليمني الأبي وبمساندة أخوية صادقة من الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وملك الحزم والعزم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وجه رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة إنجاز المشاريع التي تطلع بها وزارة الأشغال العامة والطرق في العاصمة المؤقتة عدن. جاء ذلك خلال لقائه بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس معين عبد الملك الذي استعرض تقارير تفصيلية حول كلفة مشروعي بوابة مطار عدن الدولي والطرقات الموصلة إليه والتحسينات المصاحبة له، بالإضافة إلى مدرج الطائرات. وفي اللقاء حث الدكتور بن دغر الوزير معين ومسؤولي الوزارة على مضاعفة الجهود وسرعة إنجاز المشاريع، وذلك للضرورة الملحة التي تفرضها المرحلة الراهنة في البدء بعملية التنمية وإعمار ما دمرته أيادي الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيات التمرد والانقلاب، ولما تمثله محافظة عدن من مكانة سياسية وتاريخية مهمة. وتأكيدا لما يوليه فخامة الأخ المشير الرمز عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية من اهتمام استثنائي وكبير لمثل هكذا قضايا أساسية. وقال وزير الأشغال العامة والطرق إن الوزارة ماضية في تنفيذ المشاريع كونها انتهت من مراحل الدراسة والإعداد لطبيعة المشاريع المعتمدة التي تأتي بكلفة إجمالية بلغت 7,120,000,000 يمني بتمويل حكومي، مؤكدا أن الوزارة تضع في أولى اهتماماتها تجسيد رؤية الحكومة الهادفة لإيجاد بنية تحتية تليق بمدينة عدن كونها عاصمة مؤقتة حرمت كثيرا في الفترات الماضية من المشاريع البناءة. وعبر الوزير عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء على اهتمامه الكبير الذي يوليه للمشاريع المتعلقة بمدينة عدن وجهوده في انتشال واقع البنية التحتية فيها نحو الأفضل. الجدير ذكره أن رئيس الوزراء قد وضع في 9 من شهر أبريل الماضي حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في مدينة عدن وتدشين العمل في التأهيل وصيانة كل من طريق المطار خورمكسر كريتر وطريق مطار عدن الدولي المعلى التوهي. كلف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي سفير اليمن لدى سلطنة عمان خالد صالح شطيف بمتابعة أوضاع المواطنين اليمنيين الذين تعرضوا لحادث سير أثناء عودتهم من دولة الإمارات العربية على متن حافلة نقل دولي في ولاية هيما بسلطنة عمان والتي كانت تقل رجالا ونساء وأطفال.
جاء ذلك خلال اتصاله بالسفير شطيف للاطلاع على تفاصيل الحادثة، موجها طاقم السفارة ببذل الجهود الممكنة لمساعدة المواطنين الذين تعرضوا للحادثة ومتابعة قضية علاج الجرحى وتأمين نقل جثامين المتوفين والتنسيق مع السلطات العمانية لضمان تلقيهم الرعاية اللازمة. وأثنى المخلافي على طاقم سفارتي اليمن في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة على جهودهم واهتمامهم وتفانيهم في متابعة الحادث، وحثهم على بذل المزيد من الجهود وبذل الاهتمام وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا والمصابين، سائلا المولى عز وجل الرحمة للمتوفين وللجرحى الشفاء العاجل. وحمل وزير الخارجية السفير شطيف نقل خالص الشكر والتقدير للأشقاء في سلطنة عمان على موقفهم الإنساني وتعاونهم وتفاعلهم السريع مع الحادثة. وكانت شاحنة نقل مقطورة قد اصطدمت بحافلة نقل دولي كانت عائدة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقل رجالا ونساء وأطفال من المقيمين اليمنيين بالإمارات في ولاية هيمة محافظة الوسطى بسلطنة عمان. وتشير المعلومات الأولية إلى وفاة 5 نساء وطفل وسائق الحافلة وإصابة نحو 26 آخرين بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى مشفى آدم لإجراء الإسعافات الأولية، ثم تم نقل جثامين المتوفين والجرحى إلى مشفى النزوي لتلقي العلاج. وقام سفير اليمن لدى سلطنة عمان بزيارة موقع الحادث وقام بالتواصل مع الجهات المختصة في السلطنة لمتابعة الوضع. أقامت القنصلية اليمنية في جدة أمسية رمضانية بحضور عدد من قيادات الدولة، كرم فيها نخبة رمزية من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتكريم مدير وطاقم قناة عدن الفضائية وموظفي مصلحة الهجرة والجوازات ونخبة من المبدعين والأطباء والمهندسين والإعلاميين. أجواء وطنية رائعة، أمسية رمضانية فريدة نظمتها القنصلية اليمنية بمدينة جدة برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي، وإشراف مباشر من سعادة السفير علي محمد العياشي القنصل العام بمدينة جدة. أجواء حيوية بديعة شهدتها هذه الأمسية بما تضمنته من فقرات وطنية وفنية وتاريخية وثقافية، وبما تميزت به من حضور رائع ومتفاعل مع جميع فقراتها، إضافة إلى التنظيم الجيد الذي حظيت به هذه الأمسية. كانت البداية بعزف السلام الوطني للجمهورية اليمنية، ثم بعد ذلك آيات من كتاب الله العزيز الكريم، ثم وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين روت دماءهم الزكية تربة الوطن في الدفاع عن كرامة هذا الشعب وحريته ضد الميليشيا الإنقلابية. بعد ذلك ألقى سعادة السفير علي محمد العياشي كلمة رحب فيها بالحاضرين جميعا وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك وبالانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال. وأن أنقل إليكم وإلى كافة أبناء اليمن تحيات فخامة الأخ المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للجمهورية اليمنية، والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلنا الله أن يعيده وقد تحقق لبلادنا وشعبنا العظيم ما يسبو إليه من أمن وأمان واستقرار. كما أغتنم هذه المناسبة لأرفع باسمكم جميعا ونيابة عن أبناء الجالية اليمنية أصدق التبريكات للشعب وللحكومة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مقرونة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف النايب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية، وإلى ولي العهد النائب الثاني لرئيس الوزراء
وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان. ذلك على كافة الجهود والدعم الذي تقدمه المملكة لبلادنا في كافة المراحل وأصعب الظروف والمنعطفات، وعلى رعايتها الكريمة واحتضانها لشريحة واسعة من المقتربين والأخوة اليمنيين على هذه الأرض الطيبة المباركة، مشيدا في ذات السياق بالدور الهام الذي تطلع به الجالية اليمنية في تعزيز أواصر العلاقات والصلات بين أبناء البلدين الشقيقين، وإسهاماتها منذ القدم في عملية البناء والتشييد والنهضة العمرانية والتنموية للمملكة الشقيقة. بعد ذلك تم عرض مادة فيلمية مصورة تجسد التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا اليمني من قوافل الشهداء الأبطال الذين أرخصوا أرواحهم من أجل هذا الوطن وفي سبيل حريته وكرامته، وللجرحى والمصابين الذين تصدت أجسادهم لطلقات العدوان وشظايا الغدر والبهتان وأبوا إلا صمودا في وجه الدكتاتورية والكهنوت، وللأسر الذين ما زالت سواعدهم وأقدامهم تتحدى قيود الظالمين وزنازينهم. بعد ذلك تم تقديم لوحة اليمن للاتحاد الجديدة التي قدمها مجموعة من زهور اليمن وهن يحملن رايات أقاليم اليمن للاتحاد الجديد مع أغنية حبي لها التي قدمها الفنان القدير أحمد غزالة. بعد ذلك تتابعت الفقرات التاريخية والفنية بأوبريت الضمير العربي وأغنية يا مسافر على الوطن، واختتمت الفقرات الفنية بأغنية جميلة تحت عنوان ابن الجزيرة للفنان عمر باوزير. وفي الختام قام السفير علي محمد العياشي بتقديم درع تذكاري لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، كما تم تكريم مجموعة من الإعلاميين والفنانين وموظفي السلك الدبلوماسي وأعضاء الجالية والطلاب والطالبات المتفوقين وطاقم قناة عدن الفضائية. حضر الأمسية نائب رئيس مجلس النواب اللواء محمد علي الشدادي ومستشاري رئيس الجمهورية حيدر أبو بكر العطاس ومحمد بن ناجي الشايف ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري ووزير الدولة عثمان مجلي ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف ووكيل وزارة المغتربين فضل عطاف. اطلع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس معين عبد الملك على سير عملية صيانة طريق كورنيش ساحل أبين بتكلفة 400 مليون ريال، وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها مدير عام المؤسسة العامة للجسور والطرق المهندس سامي باهرموز، أوضح الوزير أن عملية صيانة طريق كورنيش ساحل أبين تعد مرحلة أولى، والمرحلة الثانية ستكون صيانة الطرقات إلى مديرية التواهي، وهي ضمن المشاريع التي أقرتها الحكومة كمرحلة طارئة للتدخل العاجل لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في العاصمة المؤقتة عدن. وأكد أن عدن ستشهد في المرحلة القادمة تنفيذ العديد من المشاريع بمختلف القطاعات الخدمية وأهمها الطرقات وإنارة الشوارع والتقاطعات العامة. من جانب أشار مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور إلى أن العمل يجري بوتيرة عالية كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية صيانة طريق التواهي من أجل الانتقال إلى تنفيذ المشاريع الأخرى التي سوف تتبناها المؤسسة. بحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح مع مسؤولي البرامج في منظمة برغهوف الدكتور أوليفر ويس دعم المنظمة لمشاريع التنمية المحلية في اليمن وإمكانية قيام المؤسسة والوكالات المساعدة لها دعم مشاريع التنمية المحلية وتعزيز دور مساهمة مؤسسات السلطة المحلية القائمة في التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات. وأكد فتح لأهمية دعم مثل هذه المشاريع مشيدا بما تقدمه المؤسسة والوكالات الألمانية للتنمية من دعم مشاريع التنمية في اليمن، مشددا على ضرورة المساهمة في تنمية المشاريع الخدمية والتنموية في اليمن خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشروع دعم الاستقرار في محافظتين سيتم اختيارهما وفق معايير تحددها الحكومة اليمنية بالتعاون مع المؤسسة، من خلال تعزيز دور مؤسسات نظم السلطة المحلية من خلال دعم هياكل الحكومة المحلية المتجاوبة، والذي سيتم تنفيذه من قبل مؤسسة برغهوف، إضافة إلى قيام الوكالات الألمانية المهتمة بالتنمية لدعم مشاريع الاستقرار من خلال دعم وتشجيع وتنفيذ إجراءات وتدابير لمشاريع خدمية تنموية ذات نطاق محدود في إطار السلطة المحلية. أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري بمكاتب الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في المحافظات المحررة التي كان لها دور كبير في تنظيم المسابقات الشبابية والبطولات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، والتي شملت مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا حرص وزارته واهتمامها بدعم كل الأنشطة الهادفة إلى خدمة الشباب والرياضة. وعبر الوزير البكري عن شكره لفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر لاهتمامهم بقطاع الشباب والرياضة، ونوه إلى أهمية إعادة تأهيل وتعشيب ملعب الشهيد الحبيشي في قلب العاصمة المؤقتة عدن الذي سيكون جاهزا لاحتضان المباريات خلال الأشهر المقبلة بعد أن وضع رئيس الوزراء حجر الأساس، ويتوقع أن يتم تدشين العمل خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية باعتماد ميزانية تشغيلية لوزارة الشباب والرياضة واعتماده مبلغ مالي كدعم لأندية عدن وتصديقه على إنشاء الصالة الرياضية لنادي وحدة عدن، بالإضافة إلى إصدار توجيهاته لاستئناف إعادة بناء ملعب نادي الميناء الرياضي بمنطقة الفتح بالتواهي عدن. وأكد الوزير البكري على الدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في شغل أوقات الشباب وتوظيف طاقاتهم التوظيف الإيجابي في ميادين التنافس الرياضي والإبداع الشبابي، لافتا إلى الدور الواضح الذي لعبته الرياضة في إعادة تطبيع الحياة بعد طرد ميليشيا الحوثي وصالح. واعتبر الوزير البكري بطولة كأس الفقيد علي محسن المريسي بطولة مميزة باسمها وبقدرتها على جذب الجمهور الكبير الذي أعاد الحياة للمدرجات وساهم في رفع مستوى البطولة التي يبذل اتحاد الكرة بعدن جهودا كبيرة لإنجاحها بمشاركة الأندية. شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح شرقي مدينة تعز، وقال مصدر عسكري ان قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي وصالح باتجاه مدرسة محمد علي عثمان شرقي مدينة تعز. وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على اثنين من المباني في محيط المدرسة، لافتا إلى أنهما كانا يشكلان عائقا كبيرا أمام تقدم الجيش الوطني شرقي مدينة تعز. وأضاف المصدر أن قوات الجيش الوطني اغتنمت مخزن ذخائر تابع للميليشيات الانقلابية أثناء السيطرة على المباني القريبة من مدرسة محمد علي عثمان شرقي مدينة تعز. فجرت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية منزل المواطن محمد ناصر قبول في مدينة العليا بمديرية بيحان بمحافظة شبوة. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات فجرت المنزل عقب إجلاء الأسرة بالقوة منه والقيام بعملية حرق آثاث المنزل. واستنكرت مختلف الأوساط الاجتماعية والقبلية والسياسية والبدنية في بيحان إقدام الميليشيات على هذه العملية الإجرامية الجبانة، مؤكدين بأنها تكشف حقيقة وهوية هذه العصابة المارقة على النظام والشرع والقانون وحقدها على أبناء الشعب اليمني.
أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية. وقال بيان لقيادة التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية واسا، تعرضت سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية دون أن يسفر عن أضرار في السفينة ولله الحمد، ونتج عن ذلك إصابة شخص واحد من الطاقم. وأكد البيان أنه تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة وتعاقب منفذيها. وجددت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تحذيرها أن استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية تؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم. وطلب بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع الصالح بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 2216 لمنع هذه الممارسات الإجرامية. منعت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قاطرتين محملتين بمواد غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان لمديريتي ردمان العواض والشرية الغنيم بمحافظة البيضاء. وقال مصدر محلي ان الميليشيات اوقفت قاطرتين محملتين بنحو 1400 سلة غذائية في منطقة قانية التابعة لمديرية مهلية احدى مديريات محافظة مأرب، كانتا قادمتين من مأرب أبناء مديريتي ردمان والشرية بالبيضاء. وفشلت وساطات في إقناع الميليشيا بالموافقة على مرور القاطرات، وهددت بإحراق الإغاثة إذا ما حاول أحد إدخالها. التقى محافظ عدن عبد العزيز المفلحي مع مدراء مكاتب الأمم المتحدة الأوتشا واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي وممثل عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي العاملين في عدن. واستعرض المحافظ الوضع الصحي والإنساني في عدن جراء تضرر القطاع الصحي من الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية، وأشاد بالدور الإيجابي الذي تقدمه المنظمات الأممية والدولية والهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان للإغاثة ودعمهم للقطاع الصحي والتعليمي والجهود المبذولة في الجانب الإغاثي لتحسين الوضع الإنساني في عدن. وأعرب عن أمله الكبير في قيام المنظمات بتوسيع قاعدة نشاطها سيما في مع الحالة السيئة التي تشهدها البنية الأساسية في عدن واستمرار معاناتها من آثار الحرب والذي انعكست بضررها على الأداء المقدم للمواطنين في مختلف المجالات. ودعا محافظ عدن إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات الإغاثية والجهات المعنية في الجانب الحكومي وتوحيد الجهود لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها. من جانبهم تطرق مدراء المنظمات الأممية والدولية إلى الجهود والدعم المقدم في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية وما سيتم تقديمه مستقبلا، وأبدوا استعدادهم لتعزيز التعاون مع الحكومة في دعم القطاع الصحي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية بما يحد من تداعيات وانتشار الأمراض والأوبئة وتعزيز الأداء الصحي، إضافة إلى استمرار دعمهم لمشاريع التعليم وحقوق الطفل والتغذية والمياه وإصلاح البيئة. حضر اللقاء وكلاء محافظة عدن رشاد شائع وغسان الزامكي وخالد الجعيملاني ووكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية دكتور علي الوليدي والوكيل المساعد لوزارة الصحة إشراق السباعي وعدد من المعنيين في الجانب الحكومي والمنظمات والهيئات الإغاثية. شدد محافظ أبين اللواء أبو بكر حسين سالم على ضرورة رفع الجاهزية القتالية واليقظة العالية لرجال الأمن والجيش للتصدي لأي أعمال خارجة عن النظام والقانون وتهدد أمن واستقرار المحافظة، مؤكدا أن لا تنمية ولا إعمار بدون توافر الأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية بحضور أركان حرب المنطقة الرابعة اللواء ناصر عبدالله بارويس وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة أبين.
وناقشت اللجنة الأمنية عددا من التقارير وخطط العمل الإجرائية والهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وفرض هيبة الدولة وسيادة النظام والقانون والتصدي الحازم لكل الخارجين عن القانون وتفعيل عمل ونشاط الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات المحافظة. وأكد الاجتماع على ملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون واستهدافها أينما وجدت، وأن من يأويها أو يتستر عليها في منزله أو مزرعته أو قريته يعد شريكا ومسندا لها، وكل أماكن تواجدهم سيتم استهدافها وبشكل مباشر. وهابت اللجنة بالشخصيات الاجتماعية والأعيان وأولياء أمور العناصر الخارجة عن النظام والقانون الوقوف بحزم وجدية تجاه تلك العناصر والإبلاغ عن أماكن وجودها لتجنيب المحافظة وأبنائها أي ضرر يمس حياة وسكينة المواطنين بمحافظة أبين. عقد وكيل أول محافظة عدن أحمد سلمين اجتماعا ضم الإخوة خالد الجعيملاني وكيل المحافظة لقطاع النقل ومدير مديرية المعلى فهد المشبق. وفي الاجتماع قدم مدير المعلى صورة عن جملة من المشاريع الجاري تنفيذها في المديرية في مجال الطرق والمياه، منوها بأن المديرية أصبحت بحاجة ماسة لهذه المشاريع التي تصب في خدمة المواطن بالدرجة الرئيسة، مشيرا إلى معاناة المواطنين في المديرية شحة المياه وعدم وصولها، كما عرض ما تم إنجازه في مشروع رصف الطرق الداخلية لشوارع مديرية المعلى. وكان الوكيل سلمين قد أكد دعم المحافظة الدائم لمديرية المعلى، مؤكدا أن مواصلة الجهود سيلبي للمديرية احتياجاتها، مشيرا إلى أن قيادة المحافظة تولي الخدمات اهتماما كبيرا وتعمل ليل نهار على دراسة السبل الكفيلة لتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم بكل سهولة ويسر. التقى وكيل أول محافظة عدن أحمد سلمين بمكتبه الصحفي جان فيليب ريمي والمصور أوليفر مندوبا صحيفة لوموند الفرنسية، اللذان يزورا بلادنا حاليا بغرض نقل صورة عن أوضاع البلاد ومسيرة التغلب على أثار الحرب التي افتعلتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وخلال اللقاء أكد الوكيل أن قيادات المحافظة المتعاقبة عملت على تحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة خاصة في الجانب الأمني والخدماتي، مشيدا بدعم دول التحالف للشرعية في بلادنا ضد التمرد الحوثي، وعملت على دعم الشرعية في بلادنا وإسهاماتها الكبيرة في منع التمدد الحوثي في اليمن، منوها بتواصل ذلك الدعم ليشمل الجوانب الإنسانية والإغاثية، مثمنا الدور الفرنسي في بلادنا من خلال منظمة أطباء بلا حدود التي قدمت الدعم في المجال الطبي خلال الفترة العصيبة التي مرت بها بلادنا. من جانب قدم الصحفي ريمي عرضا حول المهمة التي يقوم بها فريق الصحيفة الفرنسية والهادفة إلى إطلاع العالم على التطورات الميدانية والعسكرية والإنسانية في اليمن. حضر اللقاء الإخوة خالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لقطاع النقل وفهد المشبق مدير المعلى. ناقش وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد التقرير النهائي لمشروع سفلتات مدرج مطار عدن الدولي بتكلفة 4,767,000 دولار. واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل الهيئة العامة للطيران عبد الملك سعيد ومسؤول مطارات بالجمهورية المهندس عبد الله أبو بكر ومدير عام مطار عدن المهندس طارق علي ومدير عام المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس سامي باهرمز التقرير الخاص بعملية صيانة مدرج المطار من قبل المؤسسة العامة للطرق بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
قام وكيلا محافظة عدن الدكتور رشاد شاع والمهندس غسان الزامكي ومعهما القائم بأعمال صندوق النظافة والتحسين نبيل غانم بزيارة تفقدية لمحمية الحسوة الطبيعية للاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت لها المحمية وما يمكن لقيادة السلطة المحلية التدخل في إعادة تأهيلها خلال المرحلة المقبلة. وخلال الزيارة استمع الوكيلان من مدير الهيئة العامة للحفاظ على البيئة بعدن المهندس فيصل الثعلبي عن الأهمية التي تكتسبها محمية الحسوة الطبيعية كموقع سياحي فريد تتميز به مدينة عدن، وما هي المشاكل والتحديات التي تواجه إدارة المحمية نتيجة ما تعرضت له من تدمير جراء الحرب، بالإضافة إلى الحريق الذي التهم أجزاء كبيرة منها في وقت سابق. وطلب الزامكي من إدارة البيئة برفع تقرير متكامل عن تلك الأضرار لعرضها على محافظ عدن الذي أصدر توجيهات واضحة بالنزول والاطلاع على أوضاع المحمية من أجل إعادة تأهيلها. وأشار الزامكي بأن محمية الحسوة الطبيعية تمثل واحدة من المناظر السياحية المتميزة بالعاصمة عدن التي يجب علينا جميعا الاهتمام بها وإعادتها إلى مكانتها التي عرفت عليه من سابق لتكون وجهة ومتنفسا لكل الزائرين. جرى في ساحة مبنى إدارة البحث الجنائي بمحافظة مأرب إتلاف 167 كيلوغرام من الحشيش تقدر قيمتها بنحو 643 ألف دولار بحضور وكيل المحافظة علي الفاطمي ورئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد العريقي ومدير البحث العقيد حسين الحليسي. وأوضح مدير البحث الجنائي أن الكمية تم ضبطها خلال الأشهر الستة الماضية وهي قادمة من حضرموت والمهرة في طريقها إلى صنعاء ثم صعدة ومنها تهريبها عبر الحدود إلى السعودية. وأشار إلى أنه تم ضبط الكمية على ثلاث مراحل، الأولى 58 كيلو والثانية 39 كيلو والثالثة 70 كيلو، وقد تم التحفظ على المركبات والأشخاص الذين ضبطت بحوزتهم وتم تحويلهم إلى القضاء. عقد اجتماع لمجلسي كليتي الزراعة والحاسب الآلي بجامعة عدن برئاسة رئيس الجامعة الدكتور الخضر الأصور لمناقشة العديد من القضايا الأكاديمية والإدارية والطلابية والصعوبات التي تعاني منها الكليتان والعمل على تدليلها. وثمن رئيس الجامعة الجهود المبذولة من عمادة الكليتين وهيئة التدريس للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية في هاتين المؤسستين الأكاديميتين لمواصلة تميزها وسعيهما الحثيث في الحفاظ على سمعتهما المتميزة بين الكليات المناظرة في الجامعات اليمنية. حضر الاجتماع نواب رئيس الجامعة. بهذا الخبر تنتهي النشرة، عودة إلى أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنجاز مدرج مطار عدن وبوابته والمشاريع الأخرى. وقوات الجيش الوطني تسيطر على مباني مهمة وتغنم مخزن ذخائر شرقي مدينة تعز. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.